طب تعالوا كمان نروح نسمع عمرو السوليه او نشوف عمرو السوليه قال ايه. هو اتكلم عن تسجيله للهدف الثاني في المباراه بتسديده كانت تسديده رائعه جدا من خارج طبعا منطقه الجزاء اللي اجمع عنها الجميع، يعني كل الناس امبارح والتحليلات المختلفه والمحللين المختلفين كانوا بيتكلموا قد ايه كان هدف يعني رائع. هو قال ان الهدف ده توفيق من الله وشدد على ان جميع لاعبي الاهلي جاهزين دايما لتقديم كل ما لديهم، واضاف كمان قال لما يكون عندنا 25 او 30 لاعب في القائمة وكلهم جاهزين وفي أفضل مستوياتهم فمن الطبيعي أن يكون هناك يعني تدوير بينهم، مش مهم مين يشارك ومين يجلس على مقاعد البدلاء، لكن الأهم هو تحقيق الفوز بالمباريات. أعتقد برضو رسالة مهمة جدا، وده اللي حصل فعلا بالأمس. لا كلنا اكيد كنا سعداء بعوده كمان يا كريم زي ما بيتقال التالق للاعيبه الاهلي المختلفين طبعاً. يعني احنا كنا شهدنا، خلينا نتكلم بصراحه، اصل احنا مش هنطلع دايما نجمل، لازم الواحد يتكلم بصراحه طالما هو قلبه على الفريق. في فتره فعلا ما كناش في تالقنا، في فتره فعلا ما كانش ده الاداء اللي احنا نعرفه عن لعيبه الاهلي، ولكن ده كان بسبب او ده كان باسباب مش بسبب واحد. مره تانية بيرجع تاني المستوى، بيعود اللاعب الاهلاوي للمستوى اللي احنا نعرفه عنه، فده في حد ذاته نجاح. يعني لما اشوف دروب بيحصل وبعدين تاني في تالق وفي فتره سريعه، رغم ان على فكره الظروف ما اتغيرتش، هي نفس الظروف، هي نفس التحديات الموجوده، هي نفس الضغوطات الموجوده، لكن انت بتقدر ان انت تقهر ده، هو ده لاعب الاهلي اللي احنا بنتكلم عنه. فده الشيء اللي احنا سعداء جدا اكيد بسببه زي ما حضراتكم اكيد تابعتوا.